الصراحة كيف ما جا في الجامعة أن المقابلة كانت صعبة، الحمد لله الدراري داروا اللي عليهم، درنا مقابلة كبيرة واخا ما حققناش انتصار، نتيجة التعادل تتبقى نتيجة منطقية من مدينة بركان. كلشي تعرف أن الفريق البركاني تيمر بواحد مرحلة مزيانة، تنتمناو أننا إن شاء الله في المقابلة الجاية نحققوا 3 نقاط إن شاء الله. وهي حصيلة متتممة مزياناش وحصيلة ما خايباش الصراحة، عندنا 18 نقطة دابا، والفريق ديالنا تيمثل واحد الفريق شاب اللي شتي معدل الأعمار ديالهم كامل فريق شاب. إن شاء الله تنقول الكلمة ديالنا إن شاء الله في الروتور إن شاء الله. الجامعة أنا فريق طنجة تيمر بواحد المرحلة صعيبة، حقق الانتصار ضد فريق الوداد، ضروري غادي يجي عندنا يبغي يزكي ذاك الانتصار ديالو، ولكن إن شاء الله حنا عازمين أننا نحققو ونديرو واحد المقابلة بعدا كبيرة ونديرو اللي علينا، وديك الساعة الانتصار تيجي من بعد إن شاء الله. والصراحة أجواء مزيانة، مدرب كيما كلشي تعرف أن المدرب وليد الكريك مدرب كبير، مدرب اللي عطى الإضافة لفريق الفتح الرباطي حتى واحد 200 كرة هذا. وكيف ما قلت لك الاجواء تدوز مرة تدوز مزيانه، كلشي عارف اللي عليه، وان شاء الله كيف ما نطلبوا من الجماهير اننا ان شاء الله تجي تساندنا في المقابلات القادمه ونحققوا نتائج ايجابيه ان شاء الله. واش غادي نقول لهم، حنا تنعرفوا ان الجمهور عنده غير على هذا الفريق، نتمنى انه يجي يساندونا في المقابلات القادمه ان شاء الله، وتنوعدهم اننا نديروا اللي علينا والكمال على الله سبحانه وتعالى، ونحقق اليوم نتائج اللي تترضيهم إن شاء الله.